الرحمن الرحيم، أبناء الطلاب. إحنا النهاردة مع الدرس الفترات، درس الجبر مع مستر عماد. هنتكلم عن أنواع الفترات، والفترات عندنا فترات محدودة. أول نوع من أنواع الفترات المحدودة كاتبين إحنا فترة مغلقة، زي ما أنتوا شايفين هنا القوسين للداخل انا كاتب عليهم سالب 2 و3، يعني نقطة البداية سالب 2 والنهاية كام؟ 3، عشان كده بنسميها فترات محدودة. لو هنكتبها بطريقة الصفة المميزة هقول هي س، حيث س تنتمي الى ح، وس اكبر من او تساوي سالب 2، واكبر واصغر من او تساوي 3. خلي بالكو لان القوسين للداخل يعني فترة مغلقة، بحط علامة يساوي مع التباين. طيب لو جينا نتنقل لو حبينا نشوف ايه الاعداد الموجودة في الفترة دي، احنا قلنا فترة مغلقة من سالب 2 الى 3، يبقى السالب 2، سالب 1، 0، 1، 2، 3. تلاحظوا ان سالب 2 و3 موجودين معنا. لو حبينا نمثل الكلام ده على خط الاعداد هنرسم خط الاعداد ونحط النقطة 0. اليمين موجب ما لا نهاية والشمال سالب ما لا نهاية. هنيجي عند سالب 2 و3 هنعمل دايرتين، وكل دايرة هنظللها من الداخل لأنها فترة مغلقة، وهنوصل بينهم وبعدين نظلل المسافة اللي هي باللون الأصفر الموجودة بين الدايرتين. طيب لو اتنقلنا للنوع التاني من الفترات، فترة مفتوحة، هتلاحظوا هنا إن القوسين للخارج وشهم عكس بعض، برضو نفس المثال من سالب 2 الى 3. طب لو حبينا نكتبها بطريقة الصفة المميزة هنقول س، حيث س تنتمي الى ح، س اكبر من سالب 2 واصغر من 3. خلي بالكو هنا مفيش علامة يساوي لان دي فترة مفتوحة، يبقى مع الفترة المفتوحة ما حطش علامة يساوي مع التباين. طب يا ترى ايه هي الاعداد الموجودة في الفترة؟ احنا قلنا فترة مفتوحة من سالب 2 الى 3. مستر مش هنكتب سالب 2 و3 لانها فترة مفتوحة، يبقى من سالب 1، 0، 1، 2. لو جينا نرسم على خط الاعداد نجيب دايرة عند سالب 2 ودايرة عند 3، بس ما نظللش الدايرتين ونوصل بينهم ونظل المسافة اللي في النص اللي هي الاعداد من سالب 1 الى 2. نروح لتالت نوع عندنا، فترة نصف مفتوحة او نصف مغلقة. حسب القوس الاول هيقابل القوس الاولاني مغلق، يبقى دي نصف مغلقة. خلي بالكم مغلق مع سالب 2 ومفتوح مع 3. طب يا ترى ايه الاعداد الموجودة؟ احنا نكتبها الصفة المميزة، س تنتمي الى ح. خلي بالك بقى سالب 2 معاها مغلقة احط علامة يساوي مع التباين. طب التلاتة مفتوحة مفيش علامة يساوي. طب ايه هي الاعداد يا مستر الموجودة؟ السالب 2 موجودة معانا في المجموعة، عشان كده سالب 2، سالب 1، 0، 1، 2. طب ليه ما كتبناش التلاتة؟ لان التلاتة معاها قوس مفتوح ومفيش علامة يساوي. نروح على خط الاعداد نعمل دايرة عند سالب 2 وهنظللها لانها قوس مغلق، ودايرة تانية عند التلاتة هتبقى مفتوحة لانها قوس مفتوح. طيب نتنقل للنوع التاني من الفترات اللي هو الفترات غير المحددة. يبقى احنا قلنا في الفترات غير المحددة او المحدودة اللي هي من طرف واحد بس، يعني بتبدأ من سالب 2 ورايحة الى موجب ما لا نهاية. وخلي بالك الما لا نهاية موجب أو سالب دايما معاها قوس مفتوح. طيب يا ترى إيه الأعداد اللي موجودة في الفترة دي؟ سالب 2، سالب 1، 1، 0، لأن أنا رايح أكبر من سالب 2 إلى موجب ما لا نهاية. أجي عند سالب 2 على خط الأعداد أعمل دايرة مظللة وأعمل سهم ماشي ناحية ما لا نهاية. هنختم كلامنا بشوية ملاحظات هامة على الفترات. ح اللي هي مجموعة الأعداد الحقيقية كلها اللي هي على خط الأعداد تبقى 2،
من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. طبعا القوسين مفتوحين لأن ما لا نهاية ما ينفعش نجيب معاها قوس مغلق. طيب لو اتنقلنا بعد كده إلى حق موجب، يعني مجموعة الأحقية الموجبة، هنعمل قوسين مفتوحين. طب ليه يا مستر عملت قوس مفتوح عند الصفر؟ لأن الصفر ده لا موجب ولا إيه؟ ولا سالب. طب حق سالب برضو من سالب ما لا نهاية إلى الصفر. طب ليه بدأنا بسالب ما لا نهاية؟ لأن دايما في الفترة يا مستر بنبدأ بالعدد الأصغر في البداية، يبقى من سالب ما لا نهاية إلى الصفر، لأن الصفر أكبر من سالب ما لا نهاية. وبكده يا أولاد نكون خلصنا أنواع الفترات.